تقول ولي على طلع برا ولي خرج الهضره الخايبه مع ان الكويتيين عزيزين علي وعلى راسي بعد كنحبهم بس يقولي طلعي برا المهم ربحتها شكرا عبد اللطيف شكرا لست بلو شكرا ميد شكرا شكون اخر شكون يدعمني اخر خليك لوحدك لا كنبقى بوحدي لست بلو على راسي وقسما بالله شكرا بزاف لست بلو ما عرفتكش منين انتين اخويا ولكن كنشكرك بزاف كنشكرك واحد الشكر يستاهل دعم دفاه يا سوسو اوكي وجهك منور شكرا صافي شكرا بزاف والله لو ما كانش نتوما كنت غادي نخسر وحق الله كنشكركم بزاف لا خلي التيك توك يصردنا اللي بغاو غنخليو التيك توك هو يختار اللي غادي يطلعوا معانا غادي نعملوا اضافه دعوه سريعه ونشوف كشرة في الزك دي يمك عندك نظر قوي عندك ما نا 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 وين بقيت شي كنعرف نبلوكي ما كنت بقيت شي كنبلوكي ولكن انت ياسين تسال انك تبلوكا هذا من بنتي اورنجا تا ماما كتقولها يا برده وما تلتلاش وانا برده محتار راجلي قال لي ما تبقاش يطلع بشعرك عروان واش عندك خالتي تضحك اي خالتك معي ترى والله معصبه سمعوني راجلي قال لي طلع بالحجاب قال لي عيب يطلع شعرك مال سوسو مقلقه ما مقلقاش احمد الا بغيتيني ما نبقاش مقلقه هي دعمني دابا بشي اسد واش الناس عندهم مشكل في كونيكسيون وشعرك زوين غير خليه انا بغيت ندير هكذا واش نتوما ممتازه الله يخليك